نروح لأخبار النادي الأهلي. هو من المصدر، من مصدرنا والفرق المختلفة، ودلوقتي هتكون معانا مراسلتنا هنا أبو القاسم عشان هي تطلعنا على كل هذه التفاصيل من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا بونجور، صباح الخير، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق عنده مباراة أمام فريق إم بي الساعة 8 مساء، طبعا ده ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز. يعني الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة اليوم هنا على ملعب مختار التتش. مستر ريكاردو سواريش كان حريص على عقد محاضرة بالفيديو قبل انطلاق المران. بشكل عام المران كان مبني على فقرات بدنية وأيضا تقسيمة قوية بين اللاعبين. كمان بقى خلوني أطمن جميع جماهير النادي الأهلي على حالات الإصابة داخل الفريق الأول لكرة القدم. أمس شارك اللاعب أحمد نبيل كوكا في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي جدا بعد تعافيه من الإصابة وتنفيذ طبعا للبرنامج التأهيلي. من جانب آخر بقى على هامش المران خاض أو استكمل اللاعب حسين الشحاد وأيضا اللاعب طاهر محمد طاهر برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم. يعني طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل، إن شاء الله بقى يرجعوا يشاركوا مع الفريق في الموسم الجديد بشكل طبيعي جدا ويتألقوا. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. منتخبنا الوطني لكرة الطايرة بيغادر لبولندا استعدادا لبطولة كأس العالم. البطولة طبعا هتبدأ يوم 26 أغسطس. مصر بتقع في المجموعة السادسة ومعاها طبعا فريق منتخب هولندا الأرجنتين وإيران. يعني كمان قائمة منتخبنا الوطني بتضم سباعي النادي الأهلي فريق طبعا الماسترز، أحمد سعيد، محمد عادل، حسام يوسف، أحمد قطب، عبد الرحمن الحسيني، محمد رمضان وعبد الرحمن سعودي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني أقول لكم إن منتخبنا الوطني لكرة الطايرة كان دخل في معسكر مغلق في سلوفينيا استعدادا لبطولة كأس العالم. خاض الحقيقة عدة مباريات مختلفة مع منتخبات مختلفة استعدادا للبطولة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. من جانب آخر بقى نروح لسيدات كرة الطايرة واللي بيستكملوا استعدادهم للموسم الجديد. بيتمرنوا طبعا بشكل يومي. خليني أقول لكم أنه يمكن الفترات البدنية غلبة أكتر على التدريبات، ده طبعا بقى عشان يرجعوا لمستواهم البدني ويستعدوا للموسم المقبل بشكل قوي جدا. نروح بقى كمان للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد أمس خاضوا مباراة ودية أمام فريق الجزيرة. المباراة كانت هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. قدروا يحسموها سيدات كرة اليد لصالحهم بنتيجة 32-17. يعني يا نهواندو يا كريم، خليني أقول لكم إنه كان في سيطرة كاملة من سيدات كرة اليد على المباراة. عملوا مباراة كبيرة جدا، وكمان الجهاز الفني كان حريص على مشاركة عدد كبير جدا من اللاعبات، ده طبعا بقى عشان يعرف ويقيموا مستواهم البدني قبل انطلاق الموسم الجديد، وكمان ينفذوا بعض الأمور الفنية والخططية، ومن جانب آخر يعدلوا بعض الأخطاء عشان بقى يستعدوا للموسم المقبل بأقوى شكل ممكن. يعني هم عندهم هدف واحد بس، هو التحقيق جميع البطولات. نروح بقى أخيرا لرجال كرة اليد. طبعا زي ما احنا عارفين ان هم غادروا أمس للبوسنة عشان يخوضوا أربع مباريات ودية في بطولة البوسنة الدولية. هيستمروا في البوسنة من يوم 23 أغسطس حتى يوم 28 أغسطس. طبعا ده بقى عشان يحتكوا مع مدارس مختلفة للعبة كرة اليد. قبلها طبعا كان عندهم معسكر مغلق في أسبانيا، أيضا خاضوا مباراتين وديتين. يعني يمكن باين على فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي الجدية كاملة، يعني جديين الحقيقة في جميع المباريات. أيضا عندهم هدف واحد، هو عمل موسم كبير. طبعا الموسم ده هيكون تشالنجينج جدا، هيكون فيه منافسة كبيرة جدا بين جميع الفرق، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إن شاء الله يعملوا موسم استثنائي ويحققوا جميع البطولات. يعني دي كانت أهم أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك على هذه التغطية هنا، شكرا جزيلا، شكرا ليكي.